بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لاحظوا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوفوا التأكيدات، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك هو يعني ظاهرة النفاق عبر التاريخ كانت تعد أخطر ظاهرة على المجتمع المسلم، والعلماء كانوا يعدوها أخطر من الـ من الـ من الكفار، هم يعني أهل النفاق أخطر من الكفار. ليش؟ لأنه المنافق من داخلك وإيش بيظهر؟ بيظهر مسلم تماما. والعجيب أنه في المجتمع تجد ناس وفيكم سماعون لهم. إيش يعني سماعون؟ يعني بيرخي ذانه وبأخذ منه وبيبدأ يصدر كمان، هاي كمان مشكلة. إذا المنافق نفسه في المجتمع المسلم، لأنه شو بيظهر؟ هو بيظهر مسلم. خطورته، طبعا احنا الآن بدنا نتكلم عن المنافق الكافر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقدم مين؟ المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في كفار منهم فوق، يعني أخف. تمام؟ إذن إحنا نتكلم عن ظاهرة النفاق اللي هم مين هذول؟ اللي هم يعني كفار. إيش بيظهروا؟ بيظهروا الإيمان. الآن طبعا ليش بيظهروا الإيمان؟ وشو الأسباب اللي بتأدي إلى أنهم يظهروا الإيمان؟ هذه تفاصيل، لكن لما القرآن اهتم فيها في بمناقشة هذه الظاهرة والأحاديث الشريفة، لأنها ظاهرة خطيرة جدا على المجتمعات المسلمة، لأنه أنت ممكن ما تميزوش يعني، وهو يكون يعني ممكن يصير له مقام في المجتمع، وممكن يوصل درجة أنه هو القائد وهو الزعيم وهو الذي يقود الجماهير، سواء كان سياسيا ولا عسكريا ولا فكريا ولا تربويا كمان. هون خطورة في قضية المنافق. وفي نوعيات إذا من الناس عندها هذا التلون، تتلون حسب الظروف، تتلون هي في داخلها كافرة، هي تظهر لك مؤمنة تماما. هي بدأ السورة إيش؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يعني بدك أكثر. ولذلك اليوم بواجهونا ناس من المسلمين كان قال لك يا أخي هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكيف يعني أنت إيش؟ طيب يعني هو خلاص يعني اللي توضى بنتقدش وضوءه، يعني كأنك أنت يعني ما شفتوش لما ذهب قضى حاجته ما توضى وفهمنا. طب ما في نواقض للوضوء، إذن هو بيكفي يعني أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب ممتاز، احنا منعامله في الظاهر بأنه مسلم، ممتاز. طب وإذا ظهر منه أمور ثانية برضو نغمض عن الظاهر؟ ما هو ظهر منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هاي ظهرت منه، ممتاز. طب وبيظهر منه نواقض إيمان، يعني ظهر منه وضوء وظهر منه مبطلات وضوء، متوضي ولا مش متوضي؟ هذا لما ظهر منه بعد الوضوء مبطلات للوضوء فالمشكلة تكمن في مين؟ مش بس بالمنافقين، وبتكمن في وفيكم سماعون، فيكم في المؤمنين، كان يقول عن المؤمنين وفيكم سماعون لهم. ومن هون هو بيجي دور قضية التوعية، توعية الناس بحقيقة المنافقين. ولذلك الدين أعطانا علامات نستطيع أنه نميز المنافق. ليش؟ لأنه هو متستر، هو هاي مشكلته، متستر. وأخطر شيء المتسترين، مش بس في المجتمع المسلم، ظاهرة النفاق إذا ظاهرة خطيرة، في ناس إذا بتلونوا
وبيظهروا لك برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. هون الخطورة. وممكن يتدرج حتى يقودك انت ويقودك ويكون امامك، امامك في السياسة وامامك في قائدك عسكري، وممكن كمان صحفي كبير وبيروج للناس والى اخره وتربوي. ولذلك انت شفتوا في احداث ما يسمى بالربيع العربي قديش في مشايخ مثلا انكشفوا واثريتهم ملاحدا. طب كيف هذا؟ طب ما هو كان يظهر. ايوه، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. رحمة الله سبحانه وتعالى انه هذا ما بقدر يتخفى بالنسبة للواعيين، ولذلك ضروري نوعي الناس ونعطي الناس اشارات كيف تعرفوا هذا الانسان. مثلا تعهد الله سبحانه وتعالى فقال ولا تعرفنهم في لحن القول. لما بيبدوا يلحنوا ولما بيبدوا يعملوا التورية وينحرفوا في الكلام عن الشيء الصح بتبدأ تعرف انت. فيش مجال على فكرة انسان يظل متخبي وهو من جوا ايش كافر وظاهر مظهر الايمان في اي فكرة كانت، لا مجال الا تظهر. من اسر سريرة اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك القرآن قال لك ولا يهمك ولا تعرفنهم في لحن القول. مش يقعدوا يقولوا لي هذا بيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا غباء، هذا غباء. ما بقولوها هيهم، القرآن قال لك بقولوها. قديش في جماعة كنتوا تشوفوهم وطنيين وتظنوهم دائما مع الفقراء ومع المستضعفين وكذا، واذا بهم شو؟ وقديش كمان زي ما قلنا شفتوا مشايخ واذا بهم شو؟ هذه نعمة صارت الان محصنة الناس اكثر على فكرة. مش بسهولة الان الناس بتنخدع. بس مش معناته كل صفة موجودة من صفات المنافقين في شخص معناته منافق. لا، بيكون فيه صفة من صفات المنافقين بس قد لا يكون منافق، ولكن فيه صفة من صفات المنافقين. لأنه أسباب النفاق يعني كثيرة، من ضمنها الرغبة في المحافظة على المصالح والخوف على هذه المصالح، وهذه ممكن تجدها عند بعض الناس اللي مش منافقين، يخاف على مصالحه فيعني بداري ولكنه من جوا مؤمن. حتى في منهم بداري بالباطل ومن جوا مؤمن، بس ما هو الكافر بعكس هيك.